باش نعطوه فرصه لناس اخرين. شكرا لك ام ضحى من تارودان. غادي نمشيو الرباط وناخذ اسماء. السلام عليكم اسماء. الو اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام لالا، بخير. الله يبارك فيك، تفضلي لالا. عواشك مبروكه. علينا وعليك. باش تمنيتو ان شاء الله يا رب. اللهم امين اسماء، تفضل. الله يخليك، كنت باغا نشوف مع الدكتور الخضري. مرحبا بك اسماء. وي سيدي صافا، لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. انت صافا البنت اللي بحال الا صايمه. صايمه هي الناحيه صايمه صايمه. الله يتقبل اسماء، الله يتقبل. امين، بارك الله فيك. تفضل. الوغ سي خضري، انا عندي في الصاله 12400 درهم. 12400. وعندي انا اون فيت ما ساكنش بوحدي، معايا صاحبتي، دونك تو سكي كونسان اللوجمون والما والطوادا، دونك كلشي كيكون ديفيزي باغ دو. وي. وشحال كتخلصوا فيه؟ دونك في لوكا ديال اللوجمون كتجيني 1075 درهم. 1075، 1075 درهم هي اللي كتجيك. وي. اييه. والما والضو كتبقى تجيني بون ا بوبخي 50 درهم. 50 درهم واخا. وي، عندي في التليفون 200 درهم. ايه كنسمعك. وعندي في الانترنت 100 درهم. ايه. وعندي في الكارديان طلع 50 درهم. واخا. وعندي واحد بون هذا بحال قلتي الدخار، عندي 3000 درهم باغ موا. الدخار. وي. مزيان. 3000 درهم. وي تتلا يخليك، انا جو بروندغ كريدي ونبقى نعطي 4000 درهم باغ موا لمده واحد 8 موا. بغيت نعرف واش هذا الشيء اللي غيبقى ليا زعما بروندغ هذا كريدي ولا لا. اللي بغيتي تاخذي كريدي غتخلصي فيه 4000 درهم في الشهر طيله 8 شهور. وي. مزيان. اذا الى جمعنا هادشي اللي عندك، حيت دابا ما عطيتينيش النفقات ديال الماكل. الماكل الصراحه ما عرفتش داكشي. واش كتاكلي كتاكلوا برا ولا كتاكلوا في الدار ولا انت وصاحبتك كطيبوا ولا شنو كديروا؟ لا لا كناكلوا في الدار، مي اون فيت شاك ديمونش كنتقطاو وهذاك الشيء التليجه ادو مواتي مواتي. مواتي اش هي لا مواتي ديالك؟ ذاك الجزء ديالك انت شحال؟ لا مواتي ديالي دونك جو بو دير واحد 300 درهم باغ سومين. باغ سومين، بمعنى اننا ما ضابطينش، غادي نديروها جوزافيا، غير نحطوها وصافي. بمعنى انت ما ضابطاش هذا النفقه. واخا. قلتي كتحطي هاد الادخار، هاد الادخار ديال 3000 درهم شحال هادي وانت كتنزليه؟ دابا سي بون، دابا عندي في لوكو صراحة ما بقيتش عاقل، ما بقيتش عاقلة باسكو بارفوا ميم تيكون طولمون اوتوماتيك، مي ابخي كناخد منو نقدر نجبد. بون بوغ لو مومون عندي 43000 درهم في لوكو. في لو كونت مزيان، 43000 درهم مزيان. ادخار مريح مزيان. ولكن دابا راه في كل شيء هذا الشيء راه يلاه وصلنا ل 1475 درهم وغادي نزيدوا عليها 1200 درهم ديال السوق، هي 2675 من 12400. الى حيدنا من 12400 درهم كتبقى لي راه 9725 درهم مازال. اذا الى تحيد منها 300 درهم. 300 درهم ايه، انا ديك 300 درهم واخا غدا تبقى عندي 6725 درهم. وي راه باقي ما دويناش على الملبس. ما كتعاونيش الدار، ما عندكش هاد النفقه. هو فرونشمون جو بروند هاد لو كريدي بور ايدي ما فامي بور لو مومون. اييه واخا. وانت عندك شحال قلتي؟ 47000 درهم منزله. نعم. عندي وي هذا اون فيت اللي عندي في الكونت، عندي 43000 درهم. 43000 درهم. وي. منين كنضرب انا 4000 درهم في 8 شهور كتخرج هي 32000 درهم. وي. هي اللي محتاجه انت. علاش بغيتي تاخذي كريدي وعلاش ما بغاتيش تهزيها من لي باهم؟ ما عرفتش الصراحه، هذاك الشيء اللي عندي ما تنبغيش نقيسو. هذاك الشيء اللي عندي ما كنبغيش نقيسو، اذا بغيتي تاخذي كريدي. الوغ بالنسبه لهذا الكريدي راه ما غيضايقكش.
بالنسبه للحاله ديالك انت، لان غناخذوا 4000 بحال الا انت بقات لك 6725 درهم، ملي كناخذوا من نهار 4000 كتبقى لنا 2725 درهم مريحه لك، لبس ونقل وارجون بوش كافيه، وثمان شهور ماشي مده كبيره، اذا كنشجعك باش تمشي تاخذي هذاك المبلغ، ما غاديش يضايقك والمده قصيره هي 8 شهور. دونك غير توكلي على الله، لان نسبه الادخار عندك مرتفعه وعندك رصيد من الزلاه من الادخار السابق هي جوج، ثالثا مده الكريدي قصيره، رابعا هذيك 4000 درهم كاين نعدوا لان شاطت لنا 6725 درهم غنقسموها على جوج، نخلصوا منها لا تريت و2725 درهم هذه ارجون بوش ولبس ونقل ديالك. شكرا لك أسماء، بالتوفيق وتحية لساكنة الرباط. احنا دائما